طيب الجزء الأخير من هذه الفقرة هنتكلم بقى على في فترة التوقف والحظر والعزل الطبي اللي موجود، إزاي اللعيبة تتمرن في البيت في فترة الحظر، وإزاي اللعيبة ممكن تحافظ على اللياقة البدنية بتاعتها في الفترة دي، وإزاي الأجهزة الفنية تبعت برامج تدريبية عبر الواتساب لكل لعيبة عشان تبدأ تشتغل، نتيجة طبعا ما يكونش فيه زيادة في الأوزان والكلام ده الفترة الجاية. طب احنا كنا كده بكده وتفتكر في حتة ان اللعيبة هي بعض الصور طبعًا حتى اللي بتشرح هذا الموضوع، ده طبعا ماتويدي وطبعا ورونالدو كانوا امبارح عاملين تحدي تمرين البطن، واحد من أصعب التمرينات. طبعا لما هاجي اقول في تحدي اتعمل بين ماتويدي لاعب يوفنتوس وكريستيانو، اكيد كل الناس هتقول كريستيانو هو اللي يكسب. هو كريستيانو طبعا هو اللي بدأ التحدي، عمل 142 عدة. لا كريستيانو عنده اصلا ملعب مجهز بس بكل حاجه، كسبه ماتويدي وماتويدي كان راجع من اصابه كورونا بالظبط صح؟ بالظبط. بس هو طبعا الفكره ان هو خف، يعني هو الفايروس ما كانش نشط فيه يعني كريستيانو عمل 142، ماتويدي قدر ان هو يكسبه. دي واحده من التحديات الحلوه، انا بحب جدا التحديات دي بصراحه، لطيفه وبتخلي الناس تشارك فيها تمام. وكمان بتخلي الناس تمارس بعض الرياضة. النشاط، لان احنا قاعدين في البيت ما بنعملش شيء. طيب لكن لما نيجي نتكلم على المستوى الاحترافي زي ما كنا بنتكلم محمد، ان لازم طبعا مدربين الاحمال يتابعوا مع اللعيبه عشان ما يحصلش اصابات. ده اللي احنا اتكلمنا فيه من حوالي شهر اعتقد، برضه في الحلقه اللي احنا كنا سابقين اعتقد يا كريم فعلا. طبعا انا في الوقت الاخير سمعت ان يعني مصطفى زناني لاعب نادي المقاولين اصيب خلال هو قال لاعب الحرس والمعار من الجيش، لاعب الحرس هو اتصاب وهو بيتدرب في البيت بالصليبي. دي اصابه صعبه جدا جدا جدا, جدا. ولاعب صغير ده مواليد 99 طبعا. لا وده يبين لك ان هو قرص على نفسه في التمرين وعمل حركه، او يعني رجله لفت بطريقه خلت الرباط يتقطع. فدي هي دي المساوئ اللي انت لازم تخلي بالك منها، ان انت النهارده ممكن للاسف احنا نتمنى طبعا ان النشاط يرجع خلال شهر 3 شهور، انت هنا غصب عنك بقى بعدت نفسك 9 شهور. احنا رباط الصليبي دايما بيتكلم عليه 6 شهور، لكن في ظل السيناريو الاخيره بصراحه يعني نصائح الاطباء قالوا لا، اصابه الرباط الصليبي دلوقتي عشان تضمن انه يرجع كويس 9 بقت 9 مش 6 شهور. وبالتالي انت هنا خلاص بقت 9 شهور بره الملاعب تماما. ده حتى ده في برنامج الفيفا نفسه لما بيحب هو يلتزم بتعاقد لعيب نتيجه اصابه هذا اللاعب في اجنده دوليه، التقرير الطبي اللي الفيفا بيعترف بيه الاصابه بالعلاج مش اقل من 9 شهور. ما هي دي بقى النقطه، وده اللي حصل في موضوع مروان محسن بالظبط. هي دي بقى النقطه، مهم جدا جدا ان اللعيبه تبقى دايما ماشيه على برنامج. يعني انا بشوف كميه فيديوهات على انستجرام بصراحه كتيره جدا، اكيد طبعا اللعيبه بتحب انها تشارك المتابعين بتوعهم في الوقت الحالي ان هم ما بيعملوش حاجه. بس خلي بالك لو انت اتدربت او اتمرنت لوحدك تمرينات عنيفه بدون ما ترجع، او الفكره بتاديها ازاي بخلاف انت تتمرن في البيت او في جنينه الفيلا بتاعتك، مظبوط، غير ما انت تتمرن في الملعب او تتمرن في الاستاد او المكان اللي انت متعود عليه تحت اشراف صح حد. بس هل ثقافه اللاعب في مصر تقدر تقول هينفذ التدابير او التدريبات قصدي بنسبه 100%؟ لان انت حتى في الملاعب لما بتتفرج على تدريبات الفرق، لما المدرب بيعمل مثلا فقره تدريب سبرنتات عاليه والجري من اول ملعب لاخر الملعب، بتلاقي لعيبه مثلا بتحاول ما تديهاش بنسبه كبيره. تخيل بقى دلوقتي اللعيبه قاعده في البيت. ما هو في نقطه مهمه جدا يا محمد، سؤالك حلو في ايه؟ التزامن او ترتيب التدريبات. يعني بمعنى هو انا النهارده اصلا اي تدريب فريق في العالم في اي حته بيبدا بالتسخين صح. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم انزل سخن، انزل سخن في الاول. ما ينفعش النهارده وانت ده نازل من اوضه اللبس اروح قايل لك انزل العب كوره، لا طبعا ما ينفعش. لا لا, 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 لا طبعا. انزل سخن. هو انا السؤال، هل انت بتفتكر، ما خلي بالك اللعيبه كلها ما عندهاش الثقافه او ما عندهاش الاحترام او ما عندهاش الايه، قليل جدا تلاقي اللعيب اللي لسه ثقافته اوروبيه او محترف او منظم في حياته. منظم. يعني النهارده مثلا انا يعني النهارده قمت من النوم وفطرت وفتحت الموبايل، لقيت بقى ايه زمايلي كلهم عاملين فيديوهات على انستجرام، واللي جايب 100,000 واللي جايب نص مليون واللي جايب مليون. فانا ايه اللي حصل هنا؟ حصل لي اتحمست. يا سلام، طب انا برضو عايز اعمل فيديو. فهوب اروح واخد الموبايل حطه قدامي وابدا اعمل تدريب عنيف جدا عشان اعديك، اعلي عليك يعني باللغه الدارجه، يعني كتحدي. انا عايز اعلي عليك يعني كتحدي. طب انا ما اقدرش اعمل التمرين ده غير لكم في الاول اعمل ايه؟ مسخن. ده مسخن بس انا كل اللي انا مستعجل عليه ايه؟ ان انا عايز اصور، انا عايز اصور الفيديو عشان الحق احطه
على الانستجرام عشان انت محمد في الاكونت بتاعه انا شفت ان هو جاب مثلا 200,000 فيوز على الانستجرام. لا انا عايز اجيب 500,000 عشان بقى اعلي على محمد بقى واوريه اضرب في الدقف، فاهم قصدي؟ تمام. فهوب وانا بصور نفسي وبعمل التمرين الصعب اتصبت. ده بسبب ايه؟ ثقافتي ما كانتش حاضره في الموقف اللي انا اتحطيت فيه. انا هنا باصص للسوشيال ميديا، انا هنا باصص للشهره، انا هنا باصص ان عايز اعمل فيوز، لكن ما بصيتش لصحتي. ان انا النهارده انا فاكر مدرب الاحمد بتاعي عمره ما بدا معايا التمرين ده الا لما انا كنت ايه جسمي مسخن الاول او حتى مشيت شويه على التريد ميل. يعني المفروض النهارده اي لعيب كوره لازم يكون عنده تريد ميل او عنده ارك في البيت بيعمل عليه اول تحرك جسمك. لما تحرك جسمك وتنشط الدوره الدمويه شويه عندك اقعد بقى يا باشا اعمل ال 100 ضغط اللي انت عايز، اعمل بقى كل التمرينات العقله، اعمل كل التمارين الصعبه، نط الحبل. طيب في اجهزه فنيه بعد ما بتبعت البرنامج للعيبه بتطلب من اللعيبه تصور وتبعت ريبلاي بقى بالتدريب اللي حصل. تمام. ده شايفه طبعا. ما هو زي ده احنا النهارده كل مدربين فتنس، يعني النهارده مثلا حتى المشتركين في الجيم في مدربين النهارده وانا بشوفهم طبعا في برامج، انت عارف النهارده برامج الفيديوز كتير على السوشيال ميديا يا خبر ابيض كتير يعني مكاسب وهميه في اسامي عمرنا ما كنا نسمع عنها. دايما متعودين فيسبوك انستجرام وتويتر وتويتش، يعني دول الحاجات اللي انا حد او سناب شات الحاجات دي المشهوره قوي يعني ما بتحتاجش اعلانات. النهارده في كميه برامج طلعت سواء للدراسه من المنزل او حتى الشغل من المنزل او حتى التدريب. مدربين الجيم النهارده اللي انت بتروح تتدرب معاه برايفت في الجيم قال لك لا خلاص يا عم مفيش مشكله ابعت لي الفلوس عن طريق الموبايل وهنتواصل مع بعض في كونفرنس كول بالفيديو وتتمرن وانا هتمرن في البيت عندي هعمل التمرينات وانت معايا على الفيديو ونكمل. فهذه الفكره. وساعات بتسجل نفسك بس هنا ده اللي هو الايه يا محمد الشكل مش بروفيشنال مش محترف. الكارثه اللي عند الجزء المحترف ان انت النهارده ما تمشيش على التعليمات اللي خدتها المدرب بتاعك. هو ده بقى الاساس، خطوره ده لو انت بتعمله من غير مخطط احمال. بالظبط، ان انت النهارده تتدرب مع نفسك باسلوبك بطريقتك او بايه بالذات. انا فاكر كنت دايما بعمل الضغط بعد البلانك او اعمل البلانك اللي هو ان انا اثبت بعد الضغط. اوكي دي حاجات بسيطه، لكن لو انت بقى النهارده عملت حاجه المفروض ما تتعملش بعد حاجه، يعني مثلا ما ينفعش تعمل مثلا يعني ما ينفعش تعمل بلانك انك تثبت على كل اعضاء جسمك بعد ما انت عامل ضغط كتير قوي. يعني انت ممكن النهارده لو واحد جسمك ما يستحملش ده ممكن النهارده تصاب، ممكن يجيلك شد صح في السمانه او في فخذك. ففي بعض النهارده السيكونس لازم ترجع للمدرب، دي شغلانته، دي الحاجه اللي هو بيقبض عليها، انا ما اقدرش اعملها من نفسي حتى لو قعدت اتدرب فيها 5 سنين. طب هل عملت تقرير استقصائي كده او عملت تحقيق في فكره الانديه المصريه بتتعامل ازاي مع الملف ده؟ بتضحك؟ لا ايه رحت للموضوع ده ولا لسه؟ لا ما طبعا كلنا اكيد طبعا احنا شغلنا اكيد اكتشفت طبعا حاجات ولا ما هو ما فيش احنا التزام انا اكتشفت حاجات بصراحه مفاجاه. ايه بقى؟ يعني لو في لعيب تعرض لاصابه نتيجه كان في البيت او بيلعب خماسي، لا انا اكتشفت ان في اصلا ناس بدون ذكر انديه يعني في ناس نزلت لعبت ماتشات خماسي ونزلت لعبت ماتشات قدام البيت في الشارع ما بص الوضع يبقى صعب جدا لما يجوا يستنى في النشاط واللعيبه تنزل التدريبات هتتفاجئ بحاجات غريبه. هو كده او كده احنا اتفقنا وكل الناس اتفقت مش احنا بس عندنا يعني طبعا بره مستويات اللعيبه افضل مننا، الاكسجين بره افضل مننا، حتى الامور الصحيه عندهم افضل، أفضل. يعني اللعيبه الجري معدل الجري في اوروبا اعلى من عندنا، عدد الكيلومترات اللي بيقطعها اللعيب في الماتش هناك اعلى من عندنا، ضعف فرقه ممكن تكون عندنا في مصر. تخيل بره هم قالوا طبعا لما هنرجع ان شاء الله نرجع بس ما حدش ينتظر نفس المستوى الفني اللي انت كنت شايفه طبعًا. في نص الموسم ده انساه صح. احنا بس مهم بنلعب ده حتى ممكن اللعيبه معلش يعني واحد يبقى رايح انفراد والتاني جنبه يقول لك لا يا عم خلاص سيبه مش انا مش قادر. ده كان في اطار بقى بص يعني ده عدد من لاعبي الاهلي نبدا بكهرباء عارف انت، بس ده في اطار التوعيه او هو التحدي للنظافه بعد كده رمضان صبحي جزء برضو من دي كانت تحديات. ده كان تحدي ازاي النهارده تنطق البكر بتاع المدينه. اوكي دي حاجات لطيفه جدا وطبعا بتساعد ان اتعرف الناس دايما حاول تستخدم الجل كهرباء مفتقد اللعبه دي في ملعب التتش مع الكابتن سيد اكيد طبعا عملها في البيت فكل الحاجات دي مقبوله وكل الحاجات دي لطيفه وظريفه وكمان بتخلي الناس كمان روحها المعنويه ترتفع. لكن انا بتكلم بقى محمد على النقطه الخطيره التدريبات انك تصور نفسك بتدريب عنيف بالظبط عشان تثبت ان انت قوي
او تثبت او دخلت في تحدي فبتعلي على زميلك، لا، نوعيه التحديات دي اللي خطر. واضح انك اكتشفت عدد كبير. دي اللي خطره جدا. صح؟ لا، هي كلها بتتم بشكل فردي. فردي. طبعا. انا ما شفتش اي النهارده فريق، احنا ما سمعناش، ما فيش ولا حتى بيان طلع ان في حد خد باله ان هو خد يا جماعه السيستم ده امشوا عليه. او النهارده انا شفتها في الاهلي. نعم. وشفتها في حرس الحدود. نعم. برضو مش هقدر اقول كل الانديه لان انا سالت. ايوه. بس لقيتها في الاهلي، ولقيتها في حرس الحدود، ولقيتها في المقاولين العرب، ما اعرفش وضع الباقي ماشي ازاي، بس وانت بتبعت برضو في اللي بيلتزم فيه اللي بيلتزمش. طبعا مهم جدا. الموضوع هيبقى مكشوف قوي بقى لما الناس تنزل. بالظبط. وعشان كده بايرن عمل ايه؟ ما دي نقطه. بايرن بص على الوضع في البلد، ولحد ما المانيا بتحاول ان هي طبعا ما توصلش للنقطه اللي اكثر الدول الاوروبيه اللي قادره تسيطر شويه. طبعا حتى جلسه التنافس الصناعي في المانيا موجوده بنسبه اكبر من الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. طبعا. فالانديه الالمانيه لما قالت الوضع كده قال خلاص نرجع نتدرب ونحافظ على المسافات، ومش كل التمرينات هنعملها احنا، بس على قد ما نقدر. انا مش قادر استحمل ان اللعيبه تقعد في البيت. ما خلي بالك اللعيبه دول يا محمد استثمارات الانديه. طبعا استثمارات الانديه. النهارده لو الوضع خلص ورجع لي من القائمه من 30 5 او 10 مصابين مره واحده، كارثه. فلازم اعالجهم. ما دي تكلفه، ميزانيات، تكلفه. لو مره يعني لو 10 لعيبه جولي مره واحده قالوا لي احنا مصابين بسبب التمرينات اللي احنا عملناها مع نفسنا في البيت، ما انا النهارده هبدا ادفع لكل واحد مبلغ وقدره، وغيابهم مؤثر من الناحيه الفنيه. مؤثر. فهي دي الفكره. فهو قال لك ايه، لا اوكي احنا نحاول قد ما نقدر نرجع اللعيبه عشان يبقوا تحت اشرافنا. صح. انا شايفك. وحتى لو انت رجعت وقعدت معايا في معسكر 10 ايام اللعيبه هتفرح دلوقتي. ليه؟ انه عنده ملل، هو زهق من قعده البيت بعد ما كان بيزهق من المعسكر. برافو عليك. فالنهارده لما تيجي تقول له تعالى معسكر واقعد معايا حتى في المعسكر ده، اقول لك جاي شهر يا باشا، انا جاي لك بكره. انا جاي لك حالا. ما عنديش مشكله. بالظبط. هي الفكره ببساطه، هي فعلا الموضوع محتاج تخطيط، محتاج تنظيم يومي. انت صعب جدا في الوقت الحالي تحط خطه طويله، لا انت عايز تمشي اليوم بيومه حسب الظرف اللي عند كل بلد. حتى احنا بصراحه ما عندناش يعني تشابه كبير. هتلاقي ايطاليا لوحدها جوه الاتحاد الاوروبي نفسه. ايطاليا لوحدها، اسبانيا ليها ظروف، المانيا ليها ظروف، انجلترا ليها ظروف، كل واحد ماشي على الظروف. ده تمرين لجيرالدو في الحديقه. ده جيرالدو لاعب النادي الاهلي. طبعا كل ما دام في تمرينات ميه وعمل بلانك بالسايد، واضح جدا برضو ان في تعليمات اكيد متقاله. أكيد طبعا. وهي دي اهم حاجه لازم نقطه نقولها للعيبه بتاعتنا في مصر. النبي يا جماعه، تحديات الانستجرام الزايده عن اللزوم في القوه بلاش، سيبوها لنا احنا. لا بلاش. تمام. بلاش والله بجد، عشان ما تدفعش ثمن اكيد اكبر من اللي احنا بنحاول نخلص منه من كورونا.